مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل، أوضح مسؤول صحة الأسرة والمجتمع في مكتب وزارة الصحة بإقليم عن سبا السيد يوهنس غوشو أن حملات التطعيم الجارية في مختلف مناطق إقليم عن سبا تساهم في مكافحة الأمراض وضمان صحة الأطفال، وقال أن وزارة الصحة تنشط حتى في الريف النائي لحصول كل طفل على التطعيم ضد مختلف الأمراض، مشيرا إلى افتتاح نقاط دائمة ومتنقلة في المديريات لتقديم خدمات التطعيم للأطفال في الوقت المحدد، وأشار إلى تنفيذ حملات التطعيم ضد أمراض السل والتيتانوس والتهابات الرئة والحصبة وشلل الأطفال وغيرها، مشيدا بتعاون السكان والإدارات في إنجاح برامج التطعيم، ومؤكدا بأن حملات التطعيم غطت هذا العام أكثر من 80% من إقليم عن سبا، وأوضح بأن الطفل يتلقى فيتامين A مرتين في السنة منذ ولادته، وقد تم السيطرة على الأمراض المضرة بالأطفال نتيجة لحملات التطعيم المنتظمة، داعيا الأسر للإسراع بإحضار أبنائهم إلى المؤسسات الصحية في حال ظهور الأعراض المرضية، والحرص على تطعيم أبنائهم والحفاظ جيدا على وثائق التطعيم. دعا مسؤول إدارة مجاري الصرف الصحي في مدينة أسمرة المهندس حيلاب ملس، دعا إلى الاستخدام الجيد لمجاري الصرف الصحي وذلك بدءا من المنازل، وقال أن الاستخدام الجيد لدورات المياه ومجاري الصرف الصحي له دور كبير في ضمان صحة السكان، داعيا لرمي النفايات الصلبة التي تغلق المجاري في الحاويات المخصصة لها، وأشار إلى بناء 188 من مجاري الصرف الصحي لنقل النفايات السائلة من المساكن إلى الخطوط الرئيسية بموجب طلبات سكان منطقتي شمال وجنوب أسمرة، وصيانة خطوط المجاري بطول 6560 مترا، وإصلاح 340 من أغطية المجاري، وإزالة الأتربة والطمي من مجاري الصرف الصحي في المدينة. ودعت كل من السيدة تبلس قبر ميكائيل والسيد عبد الكريم سعيد من سكان منطقة أبا شاول والأستاذ سجاي كفلاي من معسكر دندن، دعوا السكان لضمان تدفق مياه الصرف الصحي في المجاري والمساهمة في صيانتها لأهمية ذلك في ضمان الصحة العامة. وأوصت مدير الضاحية أبا شاول السيدة دهب أباي السكان للعناية بمجاري الصرف الصحي، مشيرة إلى أن النظافة تبدأ من نظافة دورات المياه في المنازل. احتل الدراج الإريتري مرهاوي قدوس المرتبة السابعة بموجب الزمن بعد مجيئه في الترتيب الثامن خلال المرحلة الرابعة من طواف دي إيفينغ، وأنهى الدراج مرهاوي قدوس سباق المرحلة الرابعة الذي بلغ طوله 106 كيلومترات متضمنا مرتفعات عالية، وذلك بفارق دقيقة و53 ثانية عن الفائز بالمرحلة الأسباني روبن فرنانديز. وكان الدراج مرهاوي قدوس يحتل المرتبة السابعة والعشرين في المرحلة الثالثة من الطواف، وحسن زمنه في المرحلة الرابعة ليأتي في الترتيب السابع، وعليه بذل الجهد في المراحل الثلاثة المتبقية ليكون ضمن الثلاثة الأوائل. أعلنت جمعية أمانة الشهداء التي أقامتها الإريتريات المقيمات في مدينة أوبسالا السويدية عن مواصلة مهام رعاية 45 أسرة شهيد تقوم الجمعية بإعالتها، وأوضحت ممثلة الجمعية السيدة يفتارلا دباس لدى لقائها الأسر المعالة من الجمعية أن الجمعية المكونة من 7 أعضاء بدأت رعاية أسر الشهداء منذ عام 2007، وستواصل رعاية هذه الأسر بالرغم من توقف 3 عضوات عن المساهمة لأسباب مختلفة، وقالت أن أسرة الشهيد هي أسرة كل مواطن ينعم بالاستقلال، وقدمت خلال المأدبة التي نظمتها لأسر الشهداء التي ترعاهم الجمعية مبلغ 2000 نقفة لكل أسرة شهيد إلى جانب الدعم الشهري. وأشادت أسر الشهداء بالدعم الحكومي والشعبي مثمنة جهود جمعية أمانة الشهداء في مدينة أوبسالا. دعا السكان لصيانة طريق غونيا تكاودا الذي يعيق مرور السيارات ويصعب حياتهم اليومية، وأكد السكان على المشاركة بكل قدراتهم لصيانة الطريق تخفيفا لمعاناتهم في التنقل عبر الطريق بالسيارات. وقال السيد عبد القادر علي شيلال والسيد علي معتوق أن تعطل حركة المرور في الطريق يحرم الحوامل والمرضى والأطفال من الحصول على الخدمات الاجتماعية اللازمة. وذكر السيد إبراهيم آدم أن الطريق يتعطل مع هطول الأمطار
وأنهم على استعداد للمشاركة بطاقاتهم وأموالهم لصيانته إذا وجدوا الدعم الآلي. مشاهدونا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونعود إليكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الخميس إلى ضبط النفس مع تزايد التوترات بشأن سوريا، قائلا أن أي تدخل عسكري في الأزمة سيؤدي إلى تفاقم الاضطرابات في الشرق الأوسط. وجاءت تعليقات الوزير الصيني بعد أن توعد الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم أمس الأربعاء بقوله أن الحكومة السورية ستواجه عواقب دولية بسبب هجومها بأسلحة كيميائية على ريف دمشق الأسبوع الماضي، مما أودى بحياة مئات المدنيين. وقال وانغ أن العمل العسكري لن يكون مفيدا، مجددا معارضة الصين لأي استخدام للأسلحة الكيميائية. وقال وانغ في بيان نشر في الموقع الإلكتروني للوزارة أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية المشكلة السورية، وأضاف أنه ينبغي عدم التسرع في استباق نتائج تحقيق يجريه فريق خبراء للأمم المتحدة في سوريا بشأن مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية. وفي نيويورك، حثت بريطانيا الدول الأربع الأخرى الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تملك حق النقض الفيتو على إجازة عمل عسكري ضد الحكومة السورية لحماية المدنيين السوريين، وهو تحرك في حكم المؤكد أن تعرقله روسيا وربما الصين، حيث انتهى الاجتماع الأممي بدون قرار. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها أن استخدام حق النقض في الأمم المتحدة لن يثنيها عن مواصلة مسعاها. ووصف دبلوماسيون قربيون القرار المقترح بأنه مناورة لعزل موسكو وحشد ائتلاف مؤيد لضربات جوية. قالت مصادر أمنية عراقية أن أكثر من 90 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 250 آخرين في سلسلة تفجيرات ضربت مناطق متفرقة بالعاصمة بغداد يوم أمس الأربعاء. وأفادت مصادر أمنية وطبية بأن الهجمات التي وقعت جنوبي العاصمة وشمالها استهدفت أحياء شعبية، ووقع آخر هذه الهجمات مساء الأربعاء حيث سقط 15 قتيلا و38 جريحا في تفجيرين بحي الأعظمية ببغداد. وجاء التفجيران بعد أن وقع عدد من الهجمات في وقت متقارب بالتزامن مع التوجه إلى العمل صباحا. ففي منطقة الكاظمية شمال بغداد، قال ضابط في وزارة الداخلية أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة. وفي منطقة جسر دالي قتل 9 أشخاص وأصيب 27 آخرون بجروح في انفجارين نفذ أحدهما بواسطة سيارة مفخخة. وفي منطقة بغداد الجديدة شرق بغداد قتل 4 أشخاص وأصيب أكثر من 10 بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة، وفقا لمصدر في وزارة الداخلية. وفي هجوم آخر، قال مصدر في الشرطة أن مسلحين مجهولين قتلوا 5 أشخاص من عائلة واحدة داخل منزلهم في ناحية اللطيفية. كما أدت هجمات متفرقة أخرى نفذ أغلبها بسيارات مفخخة في مدينة الصدر وجميلة والشعب شرق بغداد والسيدية والبياع والحرية غرب بغداد، إلى مقتل أكثر من 20 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح. يشار إلى أن الهجمات المتكررة أدت إلى مقتل أكثر من 3600 شخص في عموم العراق منذ مطلع العام الحالي، وذلك وفقا لحصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية بالاستناد إلى مصادر رسمية. احتشد عشرات الآلاف من الأمريكيين في المركز التجاري بين تمثالي جورج واشنطن ونصب إبراهام لينكولن التذكاريين بالعاصمة واشنطن خلال الاحتفالات الجارية بالذكرى 50 لإحدى المسيرات التاريخية للحقوق المدنية. وتجمع هذا الحشد في المكان نفسه الذي ألقي فيه داعية الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ خطابه التاريخي لإحياء ذكرى ذلك الخطاب واستعادة الحلم الكبير الذي عبر عنه كينغ قبل نصف قرن من الزمان بمقولته المشهورة لدي حلم. وتحل هذا الأسبوع الذكرى 50 لخطاب كينغ في واشنطن عام 1963 أمام أكثر من 200 ألف متظاهر
في ذروة حملة الحقوق المدنية التي طالبت بالمساواة بين المواطنين. استقال وزير خارجية البرازيل أنطونيو باتريوتا يوم الاثنين بعدما اعترف دبلوماسي يعمل تحت رئاسته بأنه ساعد عضوا بمجلس الشيوخ في بوليفيا متهما بالفساد في الدخول إلى البرازيل. وقال مكتب رئيسة البرازيل ديليما روسيف في بيان أنها قبلت استقالة باتريوتا لكنها عينته سفيرا للبلاد لدى الأمم المتحدة. وسيصبح سفير البرازيل الحالي لدى الأمم المتحدة لويس ألبرتو فيجيراردو وزيرا للخارجية. وشغل فيجيراردو منصب كبير مفاوض البرازيل في محادثات تغير المناخ إلى أن عين سفيرا لدى المنظمة الدولية قبل عام. وسيساعد رحيل باتريوتا البرازيل في تجنب خلاف دبلوماسي مع جارتها بوليفيا، حيث ثارت ثائرة حكومة الرئيس اليساري إيفو موراليس لهرب روجر بينتو العضو المعارض بمجلس الشيوخ إلى البرازيل. وأفلت بينتو الذي اتهم حكومة موراليس بأن لها روابط بمهربين للمخدرات من القبض عليه باللجوء إلى سفارة البرازيل في لاباز. وقد منحت برازيليا بينتو حق اللجوء إلا أن الحكومة البوليفية رفضت منحه الحصانة، حيث أقام داخل السفارة 15 يوما قبل أن يساعده القائم بالأعمال البرازيلي في الهرب عبر الحدود داخل سيارة تابعة للسفارة في رحلة استمرت 22 ساعة. ازدحمت مراكز توزيع الأقنعة الواقية من الغازات والأسلحة الكيميائية في إسرائيل في حين رفع الجيش درجة التأهب بجميع قطاعاته ونشر دفاعاته الصاروخية ضد أي هجوم انتقامي من دمشق إذا وجه لها القرب ضربات عسكرية. وتتضمن الأنظمة التي ينشرها سلاح الجو الإسرائيلي نظام القبة الحديدية للصواريخ القصيرة المدى وصواريخ باتريوت المتوسطة المدى وصواريخ أرو 2 الطويلة المدى. وأعلن الناطق الرسمي العميد يواف مردوخاي اليوم أن الجيش يتابع ويشاهد التطورات ساعة بساعة ولا يوجد ما يستدعي تغيير مجرى الحياة. وكان الجيش الإسرائيلي بدأ أمس مناورات عسكرية تمتد يومين بالجولان السوري. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في ختام اجتماع تشاوري مع كبار مستشاريه أن إسرائيل ليست طرفا في النزاع السوري إلا أنها سترد بقوة على أي هجوم تتعرض له. وتأتي التصريحات والمناورات الإسرائيلية بينما عززت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها البحرية في البحر المتوسط بنشر مدمرة رابعة تمهيدا على ما يبدو لضربات صاروخية تستهدف مواقع عسكرية وقيادية للحكومة السورية. من أخبارنا الطريفة، تراشق نحو 2000 شخص ب 130 طنا من الطماطم المسحوقة يوم أمس الأربعاء في إطار مهرجان توماتين السنوي الأسباني، وقد اضطروا هذه المرة إلى دفع المال للمشاركة فيه. وقد تحدثت الحشود التي أتت من مختلف أنحاء العالم خاصة أستراليا واليابان وبريطانيا المطر والعواصف للمشاركة في مهرجان رمي الطماطم بساحة لاث مايور في بونيول شرق أسبانيا، وارتدى الكثيرون قبعات للوقاية من المطر ونظارات لحماية أعينهم من الطماطم التي ينبغي سحقها قبل رميها على المشاركين، فيما تنكر بعضهم بملابس تشبه الطماطم. مشاهدونا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.